اكيد فريق زي فريق نادي الزمالك بحجم نادي الزمالك يمكن كل الامور الخاصه بفريق نادي الزمالك او اللعيبه او مباريات البطوله المحليه مستر فيريرا تحدث فيها في المؤتمر الصحفي واسلك صدورنا جميعا، واعترف ان في بعض الامور دي احنا قادرين ان شاء الله نعالجها، وان شاء الله باذن الله دي بطوله ودي بطوله تانية خالص نادي الزمالك قادر ان هو يقدر يفصل بين دي وبين دي. كابتن مصطفى، يمكن فريق شباب بلوزداد لما يجي يلعب هنا امام نادي القرن الحقيقي في افريقيا، النادي الاكثر حصولا على البطولات في افريقيا في القرن الماضي، نادي الزمالك بالجماهيريه بشعبيه باستاد القاهره، تتوقع، لان انا اختلفت هنا في النقطه دي مع ضيوفي في الاستوديو، هل هيلعب بحرص وتكتيك يامن دفاعاته ولا هيلعب مندفع ويلعب مهاجم ويلعب على الفوز خارج الديار؟ شوف أخي، أنا أقول لك أن الفرق الكبيرة مثل الزمالك تمرض ولا تموت. نعم يعني هذه البطولات هذه أكيد هي اللي تزيد ترفع من قيمة الفريق وتزيد ترفع من معنويات الفريق، لأنه هذه البطولات هذه وهذه المباريات هي اللي ربما راح تضع الفريق في سكة ويعود إلى سكة الانتصارات. أكيد. أنا نتمنى كل الخير نعم لفريق الزمالك اللي هو أشكرك. شقيق، نعم وأكيد أنه دائما يعني يحبوا الخير إلى الجزائريين، وإحنا أكيد أشقاء، وتبقى إلا طبعا طبعا كرة القدم هذه طبعا وتبقى منافسة شريفة أكيد. نعم لكن نتكلم لك من الناحية الفنية، أقول أخي أنه شباب الوزاد أكيد راح يركن إلى الوراء وراح يعني يلعب بكتلة منخفضة ويستعمل مرتدات، نعم حتى لما يستعمل مرتدات عنده الأدوات اللي يقدر يستعملها المدرب. أكيد أنه شباب الوزداد لم يجري يعني في مرحلة الميركاتو من تدعيمات، لأنه شباب الوزداد عنده منظومة سواء دفاعية ولا هجومية، منظومة متجانسة، وعنده لاعبين ممتازين يقدر يوصل بهم إلى أبعد حد في هذه المنافسة. لكن في مباراة مثل هذه أعتقد أنه دائما نقول أن المباراة مثل هذه تلعب على تفاصيل صغيرة جدا، نعم وما شفناش في مباريات الزمالك مع الفرق الجزائرية فرق كبير في المستوى، ولو في بعض التفاصيل وبعض الأخطاء اللي شفناها من هنا ومن هناك لتسجيل الأهداف. لكن متأكد أنه في هذه المباراة ودائما الفريق اللي يلعب خارج ديار أكيد راح يلعب المرتدات ويحاول أنه يغلق المساحات، لكن الزمالك يدرك جيدا أنه لو يفتح اللعب أكيد راح يتلقى أهداف. وعنده شباب الوزداد لاعبين خاصة في الأطراف، لاعبين عندهم السرعة، سرعات عندهم نعم المهارات، عندهم المهارات، ويقدر يباغت فريق الزمالك في أي لحظة. نعم رحيل طبعا الفرق الكبيره زي شباب بلوزداد شانه شان نادي الزمالك لا يتوقف على احد او ما يتاثرش برحيل اي لاعب، لكن رحيل كريم العريبي للقادسيه السعودي على ما اعتقد، هل ده يؤثر على شباب بلوزداد في مواجهه اليوم؟ الحمد لله كريم العريبي لعب فريق الأول أولا، ثم فريق لعب البطولة الشان في مع المنتخب المحلي. نعم الحمد لله لما غادر الفريق في أول مباراة تاعو سجل هدف أمام القادسية، يعني مع الفريق الجديد في الدقيقة 83، يعني احنا فرحانين ومبسوطين كما تقولوا أنتم نعم على مردود هذا اللاعب ولا عودته إلى سكة التهديف، نعم لأنه كان غائب على زي أوباما التهديف لعدة نفس التجربة نعم عملها أوباما. لعدة جولات. لهذا تعرف جيدا وتدرك جيدا أي مهاجم عالمي مهما يكون المستوى تاعه، لما يصوم ولما ما يتمكنش أنه يسجل أهداف راح يفقد الثقة، وهذا ما جرى للاعب كريم العريبي اللي عنده مستوى لا بأس به، مستوى نقدر نقول لك أنه يقدر يلعب في أكبر النوادي نعم على المستوى القاري. لكن نقول لك أنه ذهابه ما راحش يخلي فراغ في الهجوم بتاع شباب الوزداد، لأنه فيه عدة لاعبين يقدروا يعوضوه، فيه عدة أسماء يقدر يستعملها المدرب الكوكي في المنظومة، خاصة المنظومة نعم الهجومية.